ساسونا أتليتيكو بيلباو شنكي أتليتيك بيلباو شن الدوري الإسباني الدرجة الأولى الجولة 14 مباراة كبيرة شنها اليوم وين أساسونا أتليتيك بيلباو اللي كان نقولوا بلي أتليتيك بيلباو اللي كان هو اللي كان سباق في التهديف وين سجل هدف بانيكا اللي سجل في الدقيقة 21 شن الهدف يعني كانت شن نقولوا بلي الشوط الأول وين كان تعادل الشوط الأول اللي كمل بهدف لصفر وين أتليتيك بيلباو اللي خرج فائز في الشوط الأول. الشوط الثاني شلنا كيفاش المباراة اللي كانت صعبة خاصة على أساسونا من أجل تعديل النتيجة. كانت المباراة نقولوا بلي المباراة هذه مباراة للأحسن نقولوا للأحسن خاصنا كيفاش كون نروحوا لوكاس دريكو شنا مانويل شنا روبن غارسيا سانتوس يعني كانت المباراة اللي كانت صعبة بالنسبة لوين شنا كيفاش المدربين تاع شنا أرسيتي المدرب تاع أساسونا وين دخل بالتشكيلة تاع 4-4-2 شنا كيفاش غريتانو المدرب تاع أتليتيك بيلباو اللي دخل بخطة 4-2-3-1 يعني من أجل التسجيل والحفاظ على النتيجة واللعب في وسط الميدان. يعني كانت المباراة اللي نقولوا بلي مباراة من شنا فيها بزاف أمور شنا فيها أهداف شنا فيها شنا هدف في الشوط الأول الشوط الثاني المباراة اللي كانت نقولوا بلي كانت المباراة نوعا ما كانت لصالح أتليتيك بيلباو اللي كان نقولوا بلي كان مسيطر في النتيجة. هذه المباراة اللي كان مسيطر فيها أتليتيك بيلباو اللي كان مسيطر في هذه المباراة. هذه المباراة اللي نقولوا بلي المباراة تاع زوج فرق اللي عندهم مستويات نقولوا بلي مستويات حسب الإمكانيات اللي عندهم حسب كيما يقول لك اللاعبين حسب شنا كيفاش نقولوا بلي اليوم أساسونا عدل النتيجة لكن بدون جدوى وين شنا كيفاش نقولوا بلي كورتوبا شنا إن بيكي شنا بوريا يعني هذو اللاعبين اللي كان عندهم مستوى كبير من جانب أتليتيكو مدريد وين قد أتليتيك بيلباو يعني أتليتيك بيلباو وين قدم مباراة من أجل الفوز شنا كيفاش 79 وين كوادرو اللي سجل الهدف في الدقيقة 79 في الدقيقة في الهدف الثاني بالنسبة أتليتيك بيلباو يعني أساسونا رغم أنه تعديل النتيجة بعد 3 دقائق شنا وين أتليتيك بيلباو يسجل ويخادع أساسونا نقولوا بلي أساسونا اليوم ما قدمش مباراة باش يدير تعادل ولا يفوز رغم أنه في شنا كيفاش مانويل شنا درايكو شنا كيفاش روبن غارسيا سانتوس اللي هذو اللاعبين اللي أضاعوا في الشوط الأول أهداف خاصة لتعديل النتيجة وين كانوا خاسرين من الدقيقة 21 وين ماركا ويليماس في 21 شنا وين عدلوا هما النتيجة في الدقيقة 76 لويس اللي سجل هدف تعادل أساسونا بعد ذلك كوادرو اللي سجل في الدقيقة بعد 3 دقائق لعب وين كوادرو سجل الهدف الثاني لأتليتيك بيلباو يعني نقولوا بلي أتليتيك بيلباو اليوم عرف كيفاش خاصة وين أتليتيك بيلباو عنده شخصية تاعو في البطولة الإسبانية خاصة الجولة 14 وين كل فريق يريد التقرب للمرتبة الخامسة كل فريق يحوس يهرب من منطقة الخطر. هذه المباراة اللي كانت مباراة كانت مستوى جيد صحيح.